أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز ما سيتم أخذه في الأسبوع التابع في الوحدة الأولى متواصلون. إذن أبرز أهدافنا اليوم هو شرح الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال هذا الأسبوع. أبرز المفاهيم التي سنركز عليها في هذه الوحدة: المفهوم الرئيس هو التواصل، ونقوم أعزائي الطلاب بالتواصل بطرق مختلفة، فقد نتواصل من خلال القراءة، من خلال المشاهدة، من خلال العمل الجماعي التعاوني الذي يحدث داخل الغرفة الصفية. أما المفهوم ذو الصلة هو اختيار الكلمات الأنماط، فتقوم عزيزي الطالب باختيار كلمات والتعبير عنها عن موضوع يطلب منك، كأن تعبر عن نفسك، مكان سكنك، هويتك، إلى غير ذلك. السياق العالمي هو التعبير الشخصي والثقافي، إذن ستعبر عن نفسك من خلال استخدام المفاهيم التي ذكرتها قبل قليل. أما عبارة البحث والاستقصاء، يتواصل الإنسان باختيار كلمات وأنماط ذات أنظمة لغوية معبراً عن شخصيته وثقافته. وانتبه إلى أن الكلمات المأخوذة في عبارة البحث هي مأخوذة من المفاهيم التي قرأتها أنا قبل قليل. الموضوع الأول الذي سنبدأ به خلال هذا الأسبوع هو الدرس الرابع أنا آسف. ما أجمل هذا العنوان، فهو يرتبط ارتباطاً كبيراً بقيمة عظيمة، وهو قيمة الاعتذار عند الخطأ. سنتعرف على مفهوم الاعتذار، متى نعتذر، هل يجب أن يكون الاعتذار مكرراً على لساننا دائماً، من خلال القصة التي حدثت مع سامي. سنقوم بتحليلها من خلال تفسير المفردات الجديدة التي وردت فيه، ومن خلال التعرف إلى الفكرة العامة، ثم الانتقال إلى الأسئلة. والأسئلة كل سؤال يحمل معه حكاية أيضاً، سأقوم بتفصيلها الآن. لاحظ السؤال الموجود هنا، هناك عبارة، سنربط هذه العبارة بالصورة المناسبة لها. فمثلاً الأولى: سامي يقلب صفحات الكتاب. أين الصورة التي تدل على تقليب صفحات الكتاب؟ ثم: سامي يخرج كتاباً من المكتبة. أين الصورة التي تدل على ذلك؟ سامي أوقع الكتب على الأرض. أين الصورة التي تدل على الكتب المبعثرة؟ سامي يجمع الدفاتر عن الأرض. أين الصورة التي تدل على ذلك أيضاً؟ ثم كما تلاحظ أمامنا أيضاً عبارات، فنصل أيضاً العبارة بالصورة المناسبة لها. مقصف المدرسة، أين الصورة التي تدل على ذلك؟ غرفة الصف، غرفة الجلوس، وملعب المدرسة. أما التدريب الرابع فهو يتحدث عن الأسماء الموصولة، تحديداً الذي والتي. لاحظ أن الذي يستخدم للمفرد المذكر، والتي تستخدم للمفرد المؤنث. فأنا أقول هو الذي وهي التي، ولاحظ أن هذه الأسماء الموصولة تقوم بالربط بين الجمل. إذن كل صورة من هذه الصور هي تدل على الواحد، أي على المفرد، ومنها المذكر ومنها المؤنث. إذا قلت كتاب فهو مذكر، فأستخدم معه الذي، وإذا قلت دراجة فأستخدم معها التي لأنها مؤنث. أذكر أيضاً بمهام أقرأ بالعربية التي يجب أن تركز عليها عزيزي الطالب، فأقوم بإرسال مهمتين لك في كل أسبوع، عليك تنفيذهما من خلال القراءة والاستماع وتأدية الاختبار المتعلق بالقصة. وأذكر أيضاً بالرجوع إلى المنصة التعليمية لمعرفة أبرز ما سيتم شرحه في الحصة القادمة، لتكون متابعاً وعنصراً فاعلاً أثناء شرح الدروس. هكذا أكون قد انتهيت من تقديم ما سيتم تناوله خلال الأسبوع السابع،
أشكر استماعكم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.